سيقال ضمن الجدل المنخفض المستوى الثقافي والحضاري: أنت والوفاق والجمعيات المعارضة لا تمثلون شعب البحرين ولا تمثلون الشيعة ولا يا حبيبي على عيني وعلى رأسي، لماذا لا نقطع هذا الجدل العقيم ونذهب نحن وأنتم إلى صناديق اقتراح أو استفتاء شعبي؟ تحت إشراف محايد، لأننا لا نثق في إجرائكم لمثل هذه الاستفتاءات، وأن إلى النظام يسمعها النظام، يسمعها بقية العالم. لدينا مطلب محق لن نتنازل عنه، نريد أن نكون كشعب البحرين سنة وشيعة، مسلمين وغير مسلمين، مصدر للسلطات قولا وفعلا. بقية الكلام معتقلين ما معتقلين، رموا مولوتوف وأنا ضدها، ما رموا مولوتوف، ذهب تكلم في إذاعة ما تكلم في إذاعة، ردشع، هذا كلام كل جدل وصفصطات لا قيمة له، ولن يغني عن أن الحقيقة بسيطة واضحة ونحن مصرون عليها. نعم كلمتنا سمحة لأننا نحب هذا الوطن بما فيه أنتم، لأننا رحماء على هذا الوطن وعلى مصالح هذا الوطن وعلى مصالح أبناء هذا الوطن بما فيه أبنائكم. رأفة، والله رأفة وخوف وحنو، ولا والله والله ما ألذ الشهادة وفي يوم 15 أو 16 16 مارس 2011، والله لولا هذا الخوف يلبس الإنسان كفنة وتنفتح معركة لا تبقي ولا تذر. والله إنه خوف الوطن وخوف وحرص على دمائنا ودمائكم وعلى مستقبلكم ومستقبلنا. هذا فقط اللي تشليتنا، وهذا اللي خلانا نكظم، وهذا اللي خلانا نتحمل، وهذا اللي يخلينا نتحمل. قال المشير: إن عدتم عدنا، وعدنا 200% قوة لتعلم إن في هذا الشعب قوة ومصادر قوة لم نستخدم حتى 50% منها. تعلم أنت ويعلم غيرك إننا أبناء رسول الله وأبناء أهل البيت علي بن أبي طالب والحسن والحسين وهذه الذرية، وأبناء خيار الصحابة والتابعين. وتعلم أن تربيتنا مركزها الآخرة ورضا الله، وتعلم أن مجرد كلمتين بفتوى شرعية يقدم من أبناء هذا الشعب عشرات الآلاف أنفسهم على كفوفهم لا تبقي ولا تبقي. الأمر ليس أمر قوة، والأمر ليس أمر تحدي، لا والله، ولكن نحن على حق وأنتم ظلمتمونا، فلا تعتقدوا إن بظلمكم وقمعكم وقهركم
سيؤتي نتائج أن نتوقف عن المطالبة بحقوقنا، أو تفر المؤسسة الرسمية اليوم من ضرورة الاستجابة إلى مطالب هذا الشعب مهما استخدمتم من وسائل بطش، مهما استخدمتم من وسائل بطش ستؤول هذه الوسائل إلى الفشل. ولو جاء مدرع الجزيرة، ولو جاءت كل قوات المنطقة من أجل منعنا من حقنا لعجزت وستعجز. الأمر خارج إطار التحدي، الأمر خارج إطار التحدي وخارج إطار، ولكن الأمر فقط توضيح الواقع والصورة. لن تستطيع أيها النظام أن تقوم بمناورات سياسية ولو استعنت بشركات العلاقات العامة والمستشارين. فموضوع مثل الحوار الوطني وضجة إعلامية وبهرجة إعلامية وكلام في الصحافة ولقاءات وزيادة وبعدين حفل كبير وما شابه ذلك، شوف من ضعفك ما نحتاج إلى أكثر من تويت في كلمتين، كل جهدك هذا يروح معه. لنترك القوة، لنترك محاولة تفريق المعارضة، لنترك محاولة الالتفاف على هذه المطالب، هذا ما عاد بالإمكان. أقولها ناصحا، أقولها مخلصا، أقولها صادقا، ما أريد أن تقص منكم ولا أريد أن أهين أحد ولا أريد أن أخذ حق أحد، ولكنني أريد حقي كشعب. هذا واضح، حقي كشعب. تقول أنت قاعد تنازعني السلطة التنفيذية، هذا حقي، تقعد لي في السلطة التنفيذية بغير تعيين، هذا أنت ظالم. أنت شو اسمه، ما في جدل، وستستمر مقارعتك وهذه ستنتهي. أقول في هذا إلى النظام وأقول لكم أيها الأحبة، التاريخ في طريقه إلى أن يحقق طموحكم في دولة إنسانية تتحقق فيها كرامتكم وإرادتكم، هذا وفقاً إلى عناصر متعددة، وفقاً إلى أنكم على الحق ومنعكم ومحاولة منعكم باطل، وفقاً لأن هذا الذي تطالبون به هو خلاصة ما انتهت إليه الإنسانية ونجح في مختلف بقاع الأرض. هذا الألم الذي تعيشون عاشت الشعوب الأخرى قبلنا أيها الأحبة، الشعوب ما تراجعت، الشعوب ما وقفت، الشعوب وصلت وحققت، وكل يوم ينتقل شعب من الدكتاتورية إلى الديمقراطية. هذه المسيرة جاية، البحرين ليست استثناء. من يعتقد من الأسرة الكريمة أن هذه البحرين استثناء وهي مالتنا وإحنا نتحكم فيها، هذا يخرج خارج إطار التاريخ، والمفروض هذه الأفكار تروح المتاحف، ما عاد لها أرض في الواقع، ما في واقع، ما في. أقول وأجدد، أنا لا أريد أن أهين أحد ولا أنتقص، بس كرامتك هذه تتفكر أن هذه كراماتك، هذه كراماتك. شخص مسؤول، كونك ملك أو كونك ولي عهد أو كونك مسؤول، شخص مسؤول محترم لأنه متوافق مع شعبه، أو شخص ينظر إليه العالم، كل العالم، بأنه منتهك لحقوق الإنسان وأنه خارج إطار التاريخ وأنه من حقبة القرون الوسطى، أيهما أكرم لك؟ أيهما أفضل لك؟ أحبائي شركائنا في الوطن، إخوة ونفس واحدة، مو بس إخوة، نفس واحدة، مصلحتي مصلحتك، ما يضرني يضرك، ما يضرك يضرني،
ما يسوءك يسوءني، صدقني إنني أستاء لأن ابنك لن يجد ما وجدت أنت، وأنت ما وجدت إلا الفتات. ماذا وجدت؟ وجدت انتظار 20 سنة إلى بيت إسكان، وجدت أن شخص لأنه من الأسرة الفلانية يجي وياخذ المنصب فوق راسك وأنت عندك الشهادة وعندك الشسمة. وجدت أنك لابد أن تمشي وراء طفل عمره 7 سنوات لأنه من الأسرة الحاكمة ويجب أن تقبل يده. وش وجدت؟ وش وجدت؟ شو اللي يخليك تقول مصلح؟ شو مصلحتك؟ وظيفة؟ وظيفة إذا قدمت لك قدمت لك على دماء، وقدمت لك على ظلم، وقدمت لك شو قيمة 500 دينار؟ شو إنسانيتك 500 دينار تأخذها بهذه؟ بتأخذ 500 دينار وبتأخذ 1000 دينار في دولة إنسانية، بتأخذ 500 دينار و1000 دينار، البلد فيها خير، البلد فيها خير، احنا 500,000 فقط 10 سنوات بحكومة منتخبة، لا مشكلة إسكان، لا مشكلة بنية تحتية، لا مشكلة تعليم، ولا مشكلة صحة، كل هذه تتصفر 10 سنوات فقط. 10 سنوات فقط، ما تحتاج أكثر. هذا أيها الأحبة ما ندعوكم له، ما نطالب به. تعالوا أيها الأحبة إلى هذه المصالحة الوطنية الحقيقية، نتجاوز عن أخطائنا السياسية لبعضنا بعض، ونبني وطننا لنا ولأبنائنا جميعا، نشترك حقيقة قولا وفعلا في صناعة هذا القرار بدون وجود سادة وعبيد، وإنما مواطنون يتساوون في المواطنة وفي الحقوق والواجبات. الحرية والديمقراطية ستتحقق في هذا البلد في الزمن المنظور، دعوني أستخدم هذا العبارة، ستتحقق في هذا البلد وفي الزمن المنظور، لأنها في طريق الحق ومطالب حق ومنعها باطل، لأنها ضمن سنن الله سبحانه وتعالى في التاريخ وفي الكون، لأنها تكرار لتجربة عاشتها مختلف شعوب الأرض وانتهت لصالح الحرية والمساواة والعدالة والديمقراطية، والبحرين لن تكون استثناء عن ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى، وأدعو جميع أبناء هذا الوطن، من هم في موقع المسؤولية ومن هم في موقع الموالاة ومن هم، وهذه دعوة المعارضة، وأحسب أنني أتكلم باسم المعارضة وهم يتفقون معي في ذلك، تعالوا من أجل أن نبني هذا الوطن على هذه الرؤية.